مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع وعي. مساء الخير جايين. مساء الخير بسام، واكيد مسي على مشاهدينا بالخير. يعني انا يمكن حابه قبل ما نبتدي فقرات برنامجنا لليوم في يعني شغله حابه ان انا اقولها. دائما يمكن من الامور اللي نسال عنها احنا في البرنامج ان احنا ليش دائما يبين علينا ان احنا مستانسين واحنا قاعدين نقدم البرنامج رغم الاوضاع الاستثنائيه اللي نمر فيها. اكيد. فانا اجابتي دائما تكون ان احنا يعني حق لنا ان احنا نفرح ونستانس. أصلاً هو السؤال ليش إحنا ما نفرح ولا ليش ما نستانس وإحنا عندنا هالطاقم هالرواد من الطب والتمريض، وشلون ما نفرح والبحرين قاموا يضربون فيها المثل في حسن التعامل وقوة البنية التحتية عندها، والأهم من كل هالأمور هو العنصر البشري المتوفر عندنا اليوم، هما جيشنا الأبيض اللي نوقف يعني بكل احترام وتقدير لهم على كل اللي قاعدين يقدمونه عشان البحرين. ودكتور جايب والله شلون ما نفرح وهالطاقم هذه يعني يرفع راسنا في كل يوم، يعني تشوف له يعني وقفات يعني مميزة، وإحنا من دورنا طبعا في برنامجنا نوقف لهم وقفة محبة ومعزة على أدائهم لواجبهم تجاه وطنهم بكل تميز وإخلاص. ولازم نفرح مشاهدينا، لازم نفرح مدام إحنا نملك هالكوادر البشرية البحرينية اللي رفعت راسنا وكانت على الموعد في جائحة ما كنا حاسبين حسابها، لكن عندنا بنية تحتية صحية قوية نفخر فيها خصوصا في هذه المرحلة. أكيد طبعا نفتخر فيها، واليوم البحرين بفضل الجهود والقرارات اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا الحمد لله صارت من ضمن الدول اللي حققت نتائج جدا مرتفعة ونتائج جدا مميزة في مكافحة هذه الفيروس، وهذه طبعا الشيء وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. بالتأكيد رقية، هالنتائج ما كانت بتتحقق لولا الوعي المجتمعي اللي نملكه في البحرين. عموما مشاهدينا خلكم معانا، عندنا العديد من الفقرات في حلقة اليوم، لكن بعد هالفاصل. طبيعة شغلنا تحتم علينا ان احنا نقعد وايد في العمل، فلازم نحافظ على نظافة المكان ونعقمه ونركز على التباعد الاجتماعي، لأن سلامتك تبدأ بتجنب المصافحة، ولازم تستخدم معقم اليد وتلتزم بالإرشادات الصحية، وتحط في بالك دايماً إن هالمكان جزء من الوطن، والوطن لي ولك ولنا كلنا، وعلشان سلامتك تجنب الاختلاط، حافظ على نظافتك الشخصية، فكر في صحتك وصحة اللي حواليك، ترى البحرين تستاهل، لأن أمن وسلامة أهلي وأهلك أولوية. تراك غالي على البحرين مثل ما البحرين غالي عليك. مشاهدينا نبتدي معاكم في جولة لأهم الأخبار لليوم، حيث استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية عدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة الذين باركوا لجلالته قدوم شهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالخير والتقدم والازدهار. وقد بادلهم حضرة صاحب الجلالة رعاه الله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، شاكرا لهم مشاعرهم النبيلة ودعواتهم الصادقة. كما استقبل جلالة الملك المفدى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن فخره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، شاكرا لهم ما يبذلونه من جهود كبيرة لحماية منجزات ومكتسبات المملكة الحضارية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بكل شجاعة وعزيمة صادقة، مقدرا جلالته الجهود الكبيرة والإسهامات المتواصلة التي تقدمها قوة دفاع البحرين ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. في خبر آخر طبعاً مشاهدين، إحنا بنبتدي معاكم في يعني أو بنواصل معاكم آخر أخبارنا لهذا اليوم، حيث دشن معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري عملية التسجيل الإلكتروني للعقارات.
وانطلاقها اليوم راح يمكن لأي صاحب طلب تسجيل عقاري أو رهن عقاري إجراء المعاملة دون الحضور الشخصي، حيث ستمكن من إجراء المعاملة عبر الدخول على برنامج ERWS، وهو برنامج متوفر على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. خبر آخر أيضاً، تسلمت محافظة العاصمة 550 كمامة من صناعة أعضاء فريق البحرين إكسبو 973 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين البحرينيين. ورح تقوم طبعاً المحافظة بتوزيع الكمامات على المحتاجين ضمن مساعيها التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وأكدت المحافظة أن مثل هالمبادرات الخيرية راح تساهم في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وراح تعزز من تكاتف المجتمع وتنشر ثقافة العطاء والعمل التطوعي. وفي إطار تعزيز الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، قامت المراكز الصحية باستحداث خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة الدورية للمنازل بهدف ضمان صحة وسلامة وراحة المرضى. بالتأكيد، أوضحت الوكيل المساعد الصحة الأولية الدكتورة منال العلوي بأنه للاستفادة من هالخدمة الإلكترونية يتعين على الراغبين بالحصول على أدويتهم إدخال بيانات المريض المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني المحدد لهذه الخدمة والموجود على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. وقالت الوزارة بأن تسجيل لهذه الخدمة سيبدأ يوم الخميس الموافق 30 أبريل، وسيكون أول يوم توصيل للأدوية للمنازل يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو. شهر رمضان هالسنة مختلف بظروفه والإجراءات المتبعة، وصار إنه يعني في ناس الله يعطيهم الصحة والعافية يكافحون المرض 24 ساعة علشان بقية المواطنين والمقيمين يعيشون بصحة وعافية. يعني بالضبط بسام، وزميلنا يحيى العمري شارك مجموعة من الأطباء والممرضين الموجودين في الصف الأول لمكافحة الفيروس وعاش معاهم لحظات الإفطار في شهر رمضان الكريم. خلونا نتابع وياكم وراجعين نكمل فقرتنا. مركز الفحص العام في أرض المعارض في مملكة البحرين هو أحد المراكز التي يبذل فيها أبطال مملكة البحرين جهود كبيرة في القطاع الصحي لمكافحة انتشار هذا الفيروس. معي الآن أحد الأبطال، الأخ فهد. أول شيء نمسي عليك بالخير ونقول لك مبارك عليك الشهر، والله يعطيكم العافية على جهودكم اللي تبذلونها. الله يعافيك ومشكور، وعود عليك إن شاء الله بالشهر بالصحة وعافية، والكل إن شاء الله شعب البحرين بصحة وعافية، وعود عليهم إن شاء الله بخير وصحة وسلام. شنو شعورك وانت اليوم من ضمن فريق مملكة البحرين اللي يكافح انتشار هذا الفيروس وموجود في الصفوف الأمامية وقاعد تتناول وجبة الإفطار في هذا المكان، وبالمقابل قاعد تضمن ان المواطن البحريني قاعد يتناول وجبة الإفطار بين أهله وبكل أمان وبكل صحة وعافية؟ هو طبعا شعور جميل صراحة، شعور جميل انك يعني قاعد تأدي وظيفتك ومهامك وقاعد تحاول تساعد بالمستطاع لديك انك تحارب هذا الوباء وتخلي الكل ينعم بالصحة والسلام والكل مرتاح في بيته. طبعا شعور، انا ما اخفي، شعور جميل وانا شعور مرتاح منه جدا، حتى لو كنت يعني اتفطر في العمل، بس كشعور، شعوري داخلي جدا مرتاح اني قاعد اقدم خدمة لابناء وطني. طبعا احنا هنا متواجدين في مركز المعارض، طبعا احنا حاليا في شهر رمضان الكريم، بتكون دواماتنا متواصلة 24 ساعة في اليوم. خلال هذه الفترات بيكون فريق طبي وتمريضي متكامل يقدم جميع الخدمات التمريضية والعلاجية إلى المرضى. بغيت أشكر بيتنا، أهلي، أنزين، أمي، أبوي، أخواني، خواتي، بيت يدتي بالأحرى كامل، وقفوا وياي وتعبوا وياي وكلهم شجعوني وعطوني طاقة وايد إيجابية. حاب أشكر زملائي اللي هني بعد وياي على وقفتهم وعلى تعاونهم وياي، وحاب أشكر وزارة الصحة. مبارك عليكم الشهر، الحمد لله رب العالمين. روح نقدر نقول قوية وشعور سعيد،
ما فرق شيء، قاعدين نخدم وطننا وأبناء وطننا إن إحنا نتخلص من مرض أو فيروس اللي هو الكوفيد 19، وماخذين كل الإجراءات الاحترازية في العمل وفي الفطور وفي كل حركة قاعدين نخطيها هنا إن شاء الله في هالمحل. جهود حثيثة وجهود كبيرة يبذلها منتسبي القطاع الصحي في مملكة البحرين، يأكلون وجباتهم في الدوام وفطورهم في الدوام علشان إحنا نكون بأمن وبأمان وناكل فطورنا ونتناول وجباتنا الرئيسية في هذا الشهر الفضيل بين أهلنا وبين أخواننا، فكل الشكر لهم. مشاهدينا ننتقل معكم الحين للزميلة مريم بوكمال وبرنامج أنت في البيت. مساك الله بالخير مريم، تفضلي. مساك الله بالنور رقية، هلا ومرحبا فيك رقية وبسام وجميع متابعي برنامج مجتمع واعي. نرحب فيكم في برنامج أنت في البيت وهذه الفقرة الثانية. مشاهدينا أو مشاهدنا العزيز، التزم بمبدأ التباعد الاجتماعي ونزل تطبيق مجتمع واعي وسو أبديت باتصل لك، وإذا رديت اثبت لي أنك في البيت بهديك 1000 دينار مثل ما غيرك هديت، لكن إذا شكيت أنك للسكة خطيت بضطر أنتقل لمشارك آخر وأسأله أنت في البيت. إذن متواصلين معاكم مشاهدينا وعلى الهواء مباشرة في برنامج أنت في البيت وهذه الفقرة الثانية. طبعا في الفترة الأولى فازت معنا ميرورينج تبون، يلا تفضل موجود ترى، هنشوف نتأكد من أن صورة التليفون واصلة لكم. المفروض واصل، مو واصل؟ أرجع أعيد مرة ثانية أصكة وشغلة. طبعاً لحظة بس أتأكد ترى محطوط مو بأوكي وياكم، تمام حلو. إذا أحب أذكركم بأن من يحب يشترك في برنامج أنت في البيت ما عليه سوى تحميل تطبيق مجتمع واعي وتسجيل بياناته، وإن شاء الله راح يدخل بالسحب يومياً في سحب جديد. مو معناته انكم اشتركتوا امس او حملتوا التطبيق امس انه راح تطلعون معنا في البرنامج اليوم، ولا معناته اللي اشترك من قبل شهر او شهرين معناته راح يطلع باكر، لا، كل يوم في سحب جديد، كل يوم في ارقام جديده في البرنامج. الفتره الاولى فازت معنا المشتركه ب 1000 دينار، الحين الفتره الثانيه خلينا نشوف اذا البيت رقم 2 موجود في البيت ويثبت لنا انه في البيت ويحصل ال 1000 دينار. مستعدين؟ نبأ كانت في الفترة الأولى صحيح. نشوف الحين البيت الثاني. البيت الثاني الدي بي مصور وهو قاعد في السيارة. إن شاء الله الحين مو قاعد في السيارة، قاعد في البيت. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أخويا أكلمك من تلفزيون البحرين، معك مريم بوكمال، برنامج أنت في البيت. يا هلا والله. يا هلا ومرحبا، متابع البرنامج أخوي؟ اي نعم. تعرفني باسمك؟ ناجح حميد فاضل. اخوي ناجح، تم اختيارك للمشاركه في برنامج انت في البيت، عندك فرصه لكسب 1000 دينار اذا اثبت انك في البيت. ابي اكد لك اثبات وجودك في البيت ما يعني الزامك تصوير البيت او اقتحام لخصوصيتك. في حاله رغبتك عدم التصوير ارجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وارسال اللوكيشن حالا. ايش تختار اخوي؟ ان شاء الله اصور لك البيت الحين دقيقه. انت في البيت ها؟ لا روح هنا روح. ايوه لحظه يلا، عندك مخرج اكا في البيت يقول لك روح هنا روح هناك. اوه اهلا اخوي. هلا والله. قاعدين في البيت؟ ايه نعم. مستمتعين في البيت؟ لحظة دقيقة
يلا بتصور لي رقم البيت. اوه ال اي دي لايت. كيف اضاءات حركات وشو لا محط على تلفزيون البحرين؟ نعم؟ ليش ما حاط على تلفزيون البحرين؟ ما اسمع. خلاص اخوي زين تصور لي رقم البيت؟ انت في بيتكم؟ اي نعم في البيت. عندك اصوات اطفال هاي عيالك؟ اهلا وسهلا. صور لي رقم التلفزيون. اهلا اهلا. ما شاء الله هاي عيالك ولا اخوانك اخوي؟ يا هلا والله. عيالك ولا اخوانك؟ ما تسمعني؟ تصور لي رقم البيت؟ اسمعش اسمعش الحين يا اخوان اسمع. خلي الرجال يسمع. صور لي رقم البيت. وش اذا عندك في البيت؟ صور لي رقم البيت. الو الو ايه الحين اسمعني صور لي رقم البيت. شلون تصور لي رقم البيت مع الكاميرا؟ رقم البيت ايه لحظه. حلو هو يبين انه قاعد في البيت مع عائلته. اه قطع. هما من يطلعون من البيت الظاهر شابكين واي فاي فتقطع الصوره. ايوه صور لي رقم البيت. وين رقم البيت؟ ايوه رقم البيت. شفتوا رقم البيت شباب فوق 31 مبنى 3163. طيب اخوي تسمعني الحين؟ اسمعني من التليفون. خلنا اكلمك شوي اذا رجع الاتصال. ريكونكتنج. تفضلي ادخل داخل. اخوي اللي معاك عائلتك؟ ما يسمعني كلش. خلونا نسمع. خلوه يسمع. الو هلا اخوي تسمعني؟ اسمعك الحين اسمعك. اي نعم. حلو ممتاز. متواجدين في البيت ملتزمين ما تطلعون الا للضروره؟ ما نطلع الا للضروره فقط لا غير. كفو عليك اخوي. الحين انا بسك الخط. ارسل لي لايف لوكيشن ان شاء الله. تمام وتكون فايز معانا بألف دينار. تحياتي للاهل. شكرا لكم كلكم. شكرا شكرا جزيلا لك. مشكور وما تقصر. الله يعافيك. شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الحين بانتظار اللايف لوكيشن راح يرسلها لنا ونطابق المعلومات. الجهات المختصه راح تتاكد من المعلومات اذا هي صحيحه ولا لا وراح يكون الفائز رقم 2 في برنامج انت في البيت. اذا الان انتهت فترتنا هذه ونرجع لبرنامج مجتمع واعي. مشاهدينا ننتقل معكم مع بسام الحين اللي راح يستعرض لنا اخر الاحصائيات المتعلقه بفيروس كورونا في مملكه البحرين. تفضل بسام. شكرا ارقيا. نستعرض لكم مشاهدينا الكرام اخر احصائيات وزاره الصحه لهذا اليوم الاربعاء 29 ابريل. بلغت الحالات القائمه 1458 حاله مثل ما انتم شايفين في الجدول، وطبعا الحالات المستقره منها لله الحمد يبلغ 1457 حاله، فيما يبقى شخص واحد تحت العناية اللي نتمنى له الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافين فيبلغون 1455 متعافي. الوفيات 8 حالات وفاة لحد هذا اليوم، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. أجرت مملكة البحرين أكثر من 126 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة طبعا بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الأربعاء في مملكة البحرين رصد 110 حالات جديدة بفيروس كورونا، منها 89 حالة لعمالة وافدة و19 حالة لمخالطين وحالة لمواطن بحريني وحالة لمواطن قادم من الخارج، وتعافي 145 حالة. هذه كل عندي. عودة لك شرقية.
يعطيك العافية بسام. طبعا وأكيد مع هذه النتائج والإحصائيات ما نقدر نقول غير أن الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا يا رب بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، أيده الله ورعاه. حياكم الله من جديد مشاهدينا في كل تحديث من منظمة الصحة العالمية لقياس جهود الدول ونجاحاتها في مكافحة فيروس كورونا. نشوف مملكة البحرين ولله الحمد تحقق هالمعايير، وهو ما يدل طبعا على ان احنا نسير ولله الحمد والمنة بالاتجاه الصحيح. راح نتكلم اكثر عن جهود البحرين في مواجهة الفيروس، ويسرنا ان يكون معنا الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة. يا هلا وسهلا فيك دكتور، مبارك عليك الشهر. مبارك عليكم الشهر، مساكم الله بالخير ومشكورين على هالبسمة. مشكورين على هالابتسام اللي موجوده، بالعكس يحق لنا في البحرين بصراحه ونفخر باللي عندنا ووصلنا في هالديره هذه ان احنا نبتسم دائما. بالعكس اشجعكم ان تبتسمون كل يوم سواء عامه بالشده او بالرخاء، والحمد لله رب العالمين احنا في البحرين فعلا نتميز كثير من الامور اللي الناس يمكن تلحظها، واذا ما لاحظتها نذكرها احنا من وقت الى وقت. اليوم في هالديره هذه الحمد لله رب العالمين في دول ثانيه عندها خلينا نقول توتال لوك داون، عندها حركه ضعيفه جدا غير وما يقدرون يتحركون من منازلهم ولا حتى قضاء امورهم بحاجاتهم الرئيسيه. الحمد لله بما احنا قاعدين ممارسه طبيعيه بدون اي مشاكل، عندنا مطاعم ما زال مفتوح الحمد لله رب العالمين، مواردنا اللي تجينا بشكل يومي ما توقفت، عندنا كوادر مشكورين ما قصرتوا على هالكلمه في المقدمه، كوادرنا الصحي اللي نفتخر فيه احنا دائما والجهد اللي هم بذلوه، عندنا قياده طال عمركم، هاي القياده اللي نظرتها كبيره ودعمها دائما معانا ومعانا يوم بيوم عامه تسهر، وهذا يعني شيء احنا نفخر فيه ويجعلنا احنا بالعكس في سعاده دائما وفي ابتسامه، والله لا يغير علينا ان شاء الله يا رب. اللهم امين. يعني دكتور احنا لما نتكلم عن هذا التحدي الكبير اللي اليوم يواجه مملكة البحرين نجد نفسنا دائما يمكن نتحدث واحنا بكل فخر ان احنا قادرين على مواجهة هذا التحدي بفضل طبعا يعني رؤية قيادتنا الرشيدة، طواقمنا الطبية، رجال الأمن والجمهور ايضا، يعني اليوم اثبت وعي كبير جدا، فالحمد لله كلنا يد بيد قاعدين نحاول نحن نحد من انتشار الفيروس. بس يمكن دكتور اليوم نبي نتكلم تحديدا معك عن المعيار اللي اضافته منظمه الصحه العالميه، نبي نعرف احنا وين من هذه المعيار، المرتبه اللي حققناها فيها. اول شيء شكرا لكم ان وجدتوا هذا الموضوع، هو بصراحه بالاهميه نتكلم فيه. احنا في البحرين عامه لما اشتغلنا الحمد لله موقنين وعندنا ايمان يعني كامل بان ما نقوم فيه يعني هو قد يكون اكثر من المعايير الموجوده عامه في الدول يعني حتى المتقدمه. واحنا كنا ننتظر ذاك الفتره، كانت تذكرون ياتنا اشادات عامه دوليه سواء من WHO او حتى من خبراء مثل خبير عامه اللي وجدنا كان من بريطانيا، وفعلا ذكر جهود البحرين. اليوم احنا اللي قاعدين نشوفه نقيسه بمعايير موجوده من قبل منظمه الصحه العالميه. منظمه الصحه العالميه حطت معيار جديد، هذا المعيار له علاقه بالفحص واهميته. وكانت يتكلمون في هذا المعيار بحيث انه يبون يعرفون لكل حاله موجبه انت تحصلها ايش كثر حاله، كم حاله سويت لها فحص ثانيه بحيث انه ما تقل عن 9 حالات لكل حاله. يعني انا لو عندي 10 اشخاص منهم حاله فقط واحده موجبه، المتوقع من ذي الدوله من المجهود اللي هي تسوي
أن تروح تبحث في 9 أشخاص حوله قد يكون سالم من نتائجهم فعلا عشان أتأكد أنا وين محدودية انتشار هذا المرض. نعم. طبعا مقارنة في الدول تبذل جهدها طبعا بحيث أن توصل حق هذا يعني هذا الرقم. أما إحنا في البحرين فإحنا وايد بعيد أكثر من يعني خلينا نقول إنه هو أكثر كفاءة من هذا الرقم. والمثال فيه إن إحنا في البحرين الآن عندنا 2%. يعني الساعات الواحد يكون مو واضحة عنده يقول والله أنت قاعد تكلم لي عن 10%، يقول لك اللي هم منظمة الصحة العالمية وأنت رايح مسوي لي نظام أو معيار في 2%، أنت أقل من الـ WHO. لا، هي أحسن من الـ WHO اللي حاطتك معيار بحوالي 4 إلى 5 أضعاف. كل ما أقل كل ما طبعا كل ما أقل كان أحسن. والقصد فيه شنو؟ أنه لو كانت أنا في البحرين عندي حالة موجبة كأني أسوي لما يقارب حوالي 49 شخص دار ما داره أتأكد من سلامتهم لهذه الحالة عامة، يعني المخالطين له إلى 49 حد تقريبا أو شخص. وعلى فكرة في البحرين ساعة نقوم إحنا بأكثر من ذي العدد لو كان هناك في حالة موجبة وفي مخالطين لعدد أكبر، ولكن كمعدل عام لكل الحالات اللي إحنا نقوم فيها كأن كل حالة أروح ل 49 تقريبا شخص عشان أتأكد من سلامتهم وما يكون عندهم أي مشاكل عامة في المخالطة. فمن شيء 2% لما نتكلم عنه، إيه نعم، كل شخصين في البحرين أنا أسوي لي 98 شخص ثاني بعدهم. نعم. عشان أتأكد من سلامتهم أنهم ما عندهم أي مشاكل. يعني النسبة نقول مرتبطة بتتبع المخالطين. هي بالضبط. إيه أنت نعم. إيه نعم، قدرتك أنت على الفحص إيش كثر وقدرتك على التتبع كذلك، وهي مهمة ترى. يعني قضية أن ساعات ممكن تقول والله أنا خلني أسوي لي مثلا أنا عندي والله حالة إيجابية، خلنا أسوي لي والله حالات بعد عشان أكمل العدد. أول شيء هل أنت عندك قدرة للفحص؟ نعم. شيء ثاني هل عندك قدرة للتتبع؟ وفي البحرين الحمد لله رب العالمين عندنا هذه التميزين، لأن أنت الشخص اللي موجود عنده حالة اليوم موجبة، قدرتنا إحنا حق تتبع الأشخاص المخالطين. نعم. يعني تعتبر يعني نموذج، لأن أنا عندي يعني كل الحمد لله رب العالمين خلينا نقول مؤسسات البلد كل وزاراتها قاعدة معانا تشارك بحيث إنه يكون في هناك تتبع سليم للأشخاص عامة المخالطين. شيء ثاني إحنا قاعدين نسوي أكثر من مجهود في وقت واحد، يعني 100 شخص دلين عشان بس أبين لكم يا أخوي بسام، أنا حصلت واحد حالته موجبة. نعم. عندي فريق سلمك الله للتتبع يمكن يتتبعون 30 شخص منهم، لكن أنا عندي في نفس الشيء في البلد عندي وحدات متنقلة تروح داخل المجتمع وتشوف إذا كان في عندهم مشاكل. نعم. فالسبعين الباقين يروحون لهم وحدات متنقلة. طيب، وبعد عندي أنا اللي هو drive through أسوي الاسم بالاسم اس، الآن يطرشون مسجات لـ20 في كل محافظة عشان يجون. فإحنا نفحص 80 إلى 1000 شخص تقريبا في اليوم. دكتور، يعني الخدمة اللي هي الفحص العشوائي أنا أعتبرها يعني خدمة بالعكس إضافية تقدمتها حق المواطنين لحد من انتشار الفيروس. وفي بعد أيضا يعني قدمتوا يعني خطوة ثانية فيما يتعلق بنقل المواطنين من الحجر اللي هو مراكز الحجر إلى الحجر المنزلي. نعم. شلون هذه الخطوة؟ والله هذه الخطوة أولا جاءت يعني بمطلب رئيسي من الناس، يعني بعد عشان نتكلم فيها بوضوح، يعني هي إحنا وايد مهم عندنا سلامة مواطنين عامة والناس المقيمين، سلامة سواء الناس اللي موجودين في المحاجر أو حتى خارج المحاجر. نعم. فلا تنسى إحنا داخلين على أيام فضيلة والناس يعني تبغي أن تكون عامة بين أهاليها، ولكن عندنا احترازات شديدة شوية. نعم. فوجودهم في المحاجر كان يعني توفر لنا سلم كله نظام اللي احنا الأساور الموجودة حق متابعة جميع الناس اللي بيطلعون بيروحون للعزل المنزلي. الآن عندنا العدد اللي موجود في المحاجر سلم كله ذي الناس يجي من خارج البحرين. نعم. ويوجدون هناك لمدة تقريبا حوالي 2 أسبوع، وبعد 2 أسبوع طبعا نتأكد من فحصهم انهم عامة سليمين يخرجون على المجتمع. هذا ما في ولا احد منهم يدخل المحجر قبل ما نفحصه، فجميع الحالات هذه تكون سالبة موجودة في المحاجر فقط للتأكد منها إذا كان بعيد الشر عندها يعني متابعات أعراض ولا حاجة. الآن نقلها إلى المنازل باحترازات معينة. إحنا عطيناهم طبعاً البريسلت أو الأساور هذه للمتابعة، إضافة للأبليكيشن هذه اللي إحنا الحين قاعد اليوم نتداولها ونعرف عنها، وفي متابعة يومية من قبل الطاقم الطبي احترازياً، وكذلك هناك فحوصات بتؤدى لهم. نقلهم من مكان في حجر إلى حجر عامة منزلي. إحنا عندنا وعي في البحرين الحمد لله بالعمين، ووجودهم وقربهم مع أهاليهم بالعكس هذا شيء مهم خلال فترة الأيام هذه.
وشيء ثاني ان احنا ضمننا الحمد لله بالعنب وجود هذه الاساور للتتبع فيها. في ضوابط يعني؟ ضوابط طبعا كثيره في تابعة عامه شديده. نعم. احنا ما نبي نحرم الناس من يعني لمتهم الى حد ما، نبي على لمتهم بحيث ان يلتموا سلامتهم. لا اكيد طبعا لما معاهم قصد رجوعهم الى منازلهم. نعم. لكن في نفس الوقت انا عندي ضوابط عليهم. صحيح. مشدده. فالحمد لله احنا بالعكس طلعنا من المحاجر هذه الى المنازل، خلينا نقول بوعي الناس بطلبهم باحتياجاتهم، في نفس الوقت حطينا لهم خلينا نقول نظم ومعايير معينه وانظمه يلتزمون فيها. اكيد طبعا دكتور ما في شك، يعني كل اللي تقومون فيه امانه يعني يعني ترفع لها القبعه اكيد، واحنا اكيد يعني مثل ما قلنا دكتور دائما نتضامن معاكم ونتكاتف معاكم. واليوم دكتور يعني كل الناس يعني حتى اللي في البيت اليوم افراد الاسره حتى ان كانوا اطفال صاروا على علم ودرايه ومعرفه بهذا الفيروس وكيفيه يعني التصدي له. احنا لازلنا متابعين معاك دكتور، ولكن خلينا نتابع مع مشاهدينا هذه التقرير وراجعين نستكمل حديثنا مع الدكتور وليد المانع. رجعنا لكم مرة ثانية، لازلنا مع ضيفنا الكريم الدكتور وليد المانع. دكتور الحين مع دخولنا الشهر الفضيل طبعا المؤسسات كلها تعمل والمرافق الصحية كلها تعمل، لكن هل تغير عليهم العمل في رمضان أو ما زال على نفس الوتيرة؟ نعم، الخدمة عامة يعني ما تغيرت مثل أي خلينا نقول موسم من مواسم رمضان السابق. حرصنا أن الطواقم عامة يعني في ذي الفترة فعلا هم مجهودين، فعلا أنهم عليهم عمل كبير. نعم. لكن في نفس الوقت احنا بعد ما نبي نقلص الخدمة الأساسية اللي تقدم عامة حق الناس. فالمراكز الصحية موجودة دوامها نفس ما كان عليه في رمضان السابق. نعم. ما اختلف فيها أي شيء، ولكن استحدثوا نظام جديد، والأنظمة اللي استحدثت عامة سواء في مجمع سلماني الطبي أو المستشفيات العامة وحتى المراكز الصحية أن هناك في استشارات عن بعد، وصراحة تجربة كانت ممتازة أن يتواصلون مع الناس. صار التواصل أكثر حتى من الشخص اللي بيجي. نعم. المركز الصحي مثلا مرة في الشهر، الآن حتى ممكن يتصلون عليه مرتين أو ثلاث، وصار في هناك استحسان من قبل الناس اللي تواصلون معهم ولهم متابعات مثلا أدوية ما أدوية، ما يحتاج أنه عامة يكلف على وحويي إذا كان ما في هناك لحاجة للمركز الصحي. لكن المركز الصحي عامة عملها الخدمات اللي تقدم فيه الأساسية والرئيسية ما زال طبعا موجودة وما فيها أي خلل، وإحنا لا يمكن نحن عامة نقلص من هذه الخدمات بحاجة الناس عامة لها، فهي جميل. موجودة دكتور. يعني في رمضان يمكن شوي الوضع يكون مختلف، عادة رمضان له خصوصيته وفي بعض الطقوس اللي الناس معتادة أنها تسويها في شهر رمضان، لكن هذا رمضان استثنائي ولابد أن احنا كلنا نكون حريصين على سلامة أنفسنا وسلامة الآخرين. نبي نتكلم معك دكتور عن أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوب أن احنا نسويها وشلون قاعد يبين أثرها معنا لليوم. أولا أنا أعتقد أن شهر رمضان هو فرصة أكثر من يكون يعني تحدي للناس. أنا فعلا ندري أن احنا دائما متعودين الناس على الطلعة في رمضان، متعودين على الزيارة من مكان لمكان، متعودين على أن يكون هناك في يعني يمعة على لقمة، يمعة على صحبة، يمعة على شيء عامة مفرح، وإن شاء الله الأفراح تدوم دائما. لكن الآن الظاهر أنا أعتقد أن هذه وقت أنه هو إظهار المحبة أكثر. ويعني انا وارد تعليق جردي من السابق يقول على قولتهم اذا تحبني لا تحبني. احنا الحين في رمضان سلمت الله الناس صارت عندها الاحساس بالمحبه والمسؤوليه في نفس الوقت.
فان انا عشان ابين انا قدر محبتي للشخص الثاني، التزامي، مسؤوليتي تجاه هذه الامور والاشتراطات اللي احنا حطيناها كاحترازيا، هني تبين عامه كل شخص وش كثر عامه مهم له الشخص الثاني. انا والدي بالنسبه لي لما زوره وتعذر علي زيارته، ولكن انا حاط في قرار نفسي ان انا امنع الاختلاط به عشان يتجنب ان يحدث له مرض بعيد الشر او مكروه او ان اصابه تاثر عليه في رمضان. انا اعتقد هذا شيء ومفهوم يبي له تعزيز اكبر واكبر. هو فرصه ان احنا يصير عندنا التباعد الجسدي وليس عامه القلبي. احنا نتكلم عن تباعد اجتماعي، اي نعم، لكن ما يمنع ان يكون في تواصل. بالعكس نحتاجهم ترى على فكره في وقت الازمات. نعم. نحتاج الناس ان هي تتضافر، الناس تتكلم مع بعضها بعض. وهناك في عده اساليب، الحمد لله احنا في نعمه ان عندنا يعني مو مثل اول ما عندنا خلينا نقول يعني قنوات تواصل. الان قنوات تواصل اكثر من كثيرة اليوم، اكثر من اللازم حتى، وممكن استخدامها في اي وقت. انا اعتقد ان احنا قضيه التباعد، قضيه لبس الكمامات عامه، قضيه غسل اليدين، قضيه الاحترازات العامه الطبيه اللي احنا نتكلم عنها. رمضان يمكن بالعكس يكون هو فتره اول شيء لابداء المسؤوليه هذه، وشيء ثاني انت عندك بقربك في بيتك قاعد معاهم. اذا عندك انت برنامج فبرنامج توعوي، برنامج تذكيري مع بعضهم بعض، بالعكس اكثر واكثر. انا شفت ابداعات كثيره ترقي في هالوقت، الابداعات حتى من الاسر نفسها. لو تكلمنا عن الكمامات ما شاء الله الاسر بروحها قامت تبدع وتسوي وتخيط. احنا يعني عندنا شعب ذهب ما شاء الله، يعني عندنا فعلا ناس نفخر فيهم وشلونهم عامه يعني خلينا نقول يتعاملون مع الموقف. ما اعتقد ان هذا رمضان بيكون تحدي لهم، بالعكس انا اعتقد مكسب. خلينا يكون لنا مكسب اكثر من يكون تحدي. بالتاكيد بالتاكيد دكتور، يعني شفنا في المرحله السابقه ايش كثر يعني المواطنين بداوا فعلا يتكيفون مع الوضع، وللامانه مثل ما تفضلت يعني في يعني مشاركه من الجميع، في تضامن من الجميع. لكن دكتور امس في المؤتمر الصحفي الله يعطيكم الصحه والعافيه، يعني ذكر الدكتور مناف القحطاني، اوجه له تحيه طبعا، موضوع اللي هو تسطيح المنحنى، بان احنا اقتربنا من تسطيح المنحنى. احنا نعرف نسمع عن تسطيح المنحنى انه يكون اللي هو ما يكون بشكل تصاعدي، انما يكون بشكل يعني افقي، يعني هذه حسب المعلومه اللي وصلتنا يعني من الدكتور. لكن احنا نبي نعرف شنو هي العوامل اللي تاثر في تسطيح اللي هو المنحنى، وان شاء الله متى يعني اذا يعني تتوقع معانا يعني متى راح يكون هذه يتم بشكل كامل. نعم، هي بس عشان يكون شرح بسيط، كان انا يعني المتوقع مثلا في البحرين خلينا نقول والله 10% من الشعب عامه ممكن يصير عندهم اصابه. عيد طبعا هذا رقم غير علمي اللي انا اقول عنه، قول 100,000 مثلا اصابه في البحرين بعيد الشر. اذا انت عندك، اذا انت ما كسرت المنحنى او خلينا نقول ما سويت له عامه فلاتن زياده، او ان حاولت ان انت تقلله، معناته انت بتحصل ذي الحالات كلها في وقت جدا قصير. نعم. يعني في اسبوعين في بعض الدول شفناها وصلت الى يعني 10% من مجتمعها ان عندها اصابات. نعم. اذا كانت الحد ذي العالي في وقت عامه قصير، معناته ان انت المؤسسات الصحيه اللي تقدم لك خدمه ما بتستطيع اصلا تواجه ذي المشكله ابدا، وبصير عندك مشكله الناس تبي علاج حتى لو متوفر ما تقدر توفر لهم. نعم. اسره ما بتقدر تعطيهم اياها. بيصير عندك مثل حظر تجول، منع من الامور الاساسيه اللي كل يوم انت عم تقوم فيها. في تشديد اكثر واكثر مثل ما صارت بعض الدول، والله صك مدينه كامله، صك دوله كامله. احنا عندنا في البحرين العدد الكبير اللي احنا نتكلم عنه ما صار الحمد لله 40 في الوقت القصير اللي احنا خايفين فيه. لكن هذه المنحنى صار على مستوى ابعد، فاذا الوقت يمكن العدد موجود ان شاء الله بعيد الشر ما يكون موجود اذا احنا نقول شنو الاثر اللي مثل سالتني اياه. فانا لما اقول والله هذه 100,000 اول شيء ممكن انا اسطحهم، اخلي المنحنى ساطع، انه بدل يصيرون لي في اسبوعين يصيرون لي في 4 شهور العدد نفسه، بحيث ان انا ما يصير عندي خلل في نظامي واعيش حياتي طبيعيه، ومراكز الصحيه مستشفيات الصحيه تقدر تتقبل ذي الامور اللي صايره واعيش طبيعي، والحمد لله في البحرين هذا الحين اللي صاير عندنا. الشيء الثاني اللي 100,000 هل انا ممكن اقللها؟ يعني انا الحين خليت الوقت اطول للحالات، لو ان عندي وباء ما اقدر اسوي له كنترول ياي. لكن في هل عندي انا ممكن اثر على العدد ذي بدل يصير عندي 100,000 ممكن يصير عندي 20,000 بس فقط اقللهم؟ اي نعم ممكن. الاحترازات اللي احنا قاعد نتكلم عنها في قضيه التباعد هي قضيه عدوى الفيروس سلمك الله يكون موجود انا عندي ويبي ينتقل حق شخص ثاني. اذا الشخص الثاني موجود وقريب وصار عندي انا التصاق فيه بينتقل له، وينتقل من هذا الشخص الى شخص ثالث ورابع وخامس.
إذا أنا قطعت هذه المسافة الفيروس بياخذ حده في ذي الجسم في خلال 14 يوم 3 أسابيع المناعة الجسم تقضي عليه، فالفيروس هل بيقدر ينتقل؟ لا ما بيقدر ينتقل. فالإصابة كانت موجودة في شخص بتنتقل إلى 1، 2، 3، إلى 10، الآن صارت فقط في شخص. فالعدد سلمك الله يا أخو بسام إيه نعم إحنا شلون نأثر عليه؟ الاحترازات اللي قاعدين كل يوم إحنا نقول عنها قضية التباعد، كقول كمامات، قضية الناس إنها تلتزم في مو بأكثر من 5 أشخاص، تحاول. لاحظنا إن هذه لها أثر كبير ولها أثر في البحرين الحمد لله رب العالمين. أرقامنا ليست الأرقام يعني الحمد لله رب العالمين الكبيرة ما زالت، وشيء ثاني إن إحنا الوقت، فإذا طولنا في الوقت فإذا المنحنى صار طبعا خلينا نقول مسطح، والحمد لله ما تأثرت خدماتنا وإحنا عايشين. يعني هو مرتبط بالطاقة الاستيعابية، إن إحنا طاقتنا الاستيعابية عالية قدرنا نحافظ عليه، وفي نفس الوقت مرتبط بعدم انتشار العدوى. طاقتنا الاستيعابية إحنا اللي سويناها في الديرة بحيث إن كنا قلنا لولا بعيد الشر صار عندنا المنحنى الكبير. المنحنى المسطح عندنا طاقة استيعابية مثل أمس اللي إحنا كنا نتكلم عن طاقة استيعابية ما زالت الحمد لله بعدين كبيرة. لكن اللي عندي أنا اللي خلي التسطيح أكثر هو وعي الناس والتزامهم بهذه الاحترازات والجهود اللي تقوم فيها عامة الدولة والكوادر الطبية. أنا قاعد أفحص، قاعد ألتزم، قاعد أسوي عامة عزل للناس، قاعد يعني أسوي نظام بحيث يمنعني من زيادة العدد ويأخر الوقت بالنسبة لي عن الإصابات اللي تكون عندي في فترة بسيطة، وأعتمد على الناس كذلك ووعيهم والتزامهم أنهم يخففون لي كذلك العدد ويصير معاني شوي طوال. أمس سألوني سامحني على الجسم، أمس سألوني عن قالوا لي والله متى بنرجع حق حياتنا الطبيعية. أنا كنت أتناقش مع الدول حتى القريبة من عندنا كانوا يقول لك متى إحنا بنرجع تدريجيا نخفف القيود. إحنا رابعا في البحرين ما عندنا القيود هذه، ما وصلنا إلى أعلى القيود اللي نحتاجها. لأن عندنا الحمد لله رب العالمين الحالات لحين مثل ما قلت أنت المنحنى أنه مسطح والحالات اللي ما ارتفعت شديدة قصدي. وشيء ثاني إن إحنا الإجراءات اللي أخذناها في البحرين اليوم كل الناس إذا تطلع كل الناس تقدر تروح عمتهم سيارتها، كل الناس تقضي حاجتها الرئيسيه اللي موجوده مثل مخبات سواء مطارنا سواء داخل ديراتنا، واحنا نسوي بعض الاحترازات نعتمد اعتماد كلي ونتحدى وعي الناس. صحيح. اذا وعي الناس هو الميزان كبير جدا بالنسبه احنا نسوي اجراءاتنا، ولكن وعي الناس هو المهم عامه بالنسبه اكيد فيه. يعني دكتور احنا دائما نقول ونعول على وعي الجمهور معنا، ودائما احنا نقول ان البحرين كبيره بابنائها، كبيره بامكانياتهم، وكبيره بوعيهم. يعني هنيئا لنا على النعمه اللي احنا فيها، وشكرا جزيلا لكل من يعملون اليوم عشان يحافظون فعلا على امن وامان مملكه البحرين. الدكتور وليد المانع وكيل وزاره الصحه، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا لك دكتور. شكرا. احنا مواصلين معكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذا الفاصل. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا أبو أحمد أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. حياكم الله من جديد. تعد غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية مركز حيوي تميزه سرعة الاستجابة لكافة الحالات والحوادث واحتواء المواقف، وهو حلقة الوصل بين الجمهور والجهات الأمنية. نعم بسام، وأكيد لغرفة العمليات دور بارز ودور كبير في مراقبة التجمعات عشان ما تزيد عن 5 أشخاص، وبالتنسيق مع مديريات الشرطة بمحافظات المملكة. وطبعا هذا الشيء أكيد ما يغفلون عن أي شاردة ولا واردة، لأنهم هم العين اليقظة والعين الساهرة اللي تسهر على أمننا وتحافظ على استقرارنا. الزميل عمار العماري زار غرفة العمليات الرئيسية وقت الفطور وأعد لنا هذا التقرير التالي. خلونا نتابعه معاكم وراجعين نكمل فقرة برنامجنا. مركز طوارئ من معك، تفضل. يا مرحبتين، تفضل. أي منطقة شيء؟ على أهبة الاستعداد دائما
تعمل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية التي تشكل همزة الوصل بين الجمهور والجهات الأمنية بكوادرها المؤهلة وكفاءتها العالية بتجهيزاتها بأحدث التقنيات معتمدة على أعلى مستويات الجودة والحرفية لسرعة الاستجابة لكافة الحالات والحوادث واحتواء الموقف وحماية الأرواح. تلك الأوقات التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على مائدة الإفطار آمنين خلفها جنود للوطن لم تغب عينهم أبدا عن الرصد والمتابعة. طبعا إدارة العمليات برئاسة الأمن العام ويختلف عملها عن باقي أيام السنة، المتمثل باستلام البلاغات وتوجيه الدوريات، تحقيق سرعة الاستجابة، وكذلك توجيه الجهات المعنية لاستلام الحادث من تصنيفه. ولأي واقعة هناك سرعة للاستجابة تحول دون تفاقمها، وإدارة عن بعد تسهل عمل الدوريات الأمنية للمواقع بسلك أفضل الطرق ومراقبة التجمعات عبر الكاميرات الأمنية لئلا تزيد عن 5 أشخاص حفاظا على الأمن والاستقرار. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المقدم حمد محمد الخياط مدير إدارة العمليات برئاسة الأمن العام. أمسي عليك بالخير سعادة المقدم. مساكم الله بالخير أخوي بسام مخترقية. يا هلا ويا مرحبا فيك. طبعا الإدارة يعني إدارة العمليات برئاسة الأمن العام أكثر لها أكثر من دور وشهدنا لها حضور واضح في التعامل مع فيروس كورونا. هل يمكنك إلقاء الضوء على ما تقدمه إدارة العمليات في هالخصوص؟ ما يشفيك أخوي بسام أن أدوار إدارة العمليات في مواجهة الكورونا كثيرة ومتشعبة. بنذكر أهمها الله يسلمك اللي هو إدامة التنسيق وتبادل المعلومات مع غرفة عمليات مواجهة الكورونا ودعم جهود الفريق الوطني من خلال متابعة ورصد الملزمين بالحجر المنزلي، من خلال تنسيق وتسهيل عملية نقل المصابين والمشتبه بهم وتسهيل عمل فرق الفحوصات العشوائية ودعمهم بالدوريات، كذلك مساندة خط 444 عبر تلقي البلاغات الخاصة بالكورونا في مركز الطوارئ عندنا، نتابع الوضع العام عبر الكاميرات الأمنية، وننسق عمل الدوريات المكلفة بمراقبة مواقع التجمعات والأسواق للتأكد من تحقيق التباعد الاجتماعي، كما ما ننسى بعد تنسيق استجابة الإسعاف الوطني والدفاع المدني للحالات التي تستدعي ذلك من تطهير ونقل مصابين وغيره، وتقديم أي خدمة إنسانية طبعاً في أي وقت لأي شخص يحتاج لها، بالإضافة إلى الأعمال اليومية والبلاغات المعتادة. نعم طبعاً إذا تكلمنا عن السوار الإلكتروني وهو الهدف منه طبعاً تعزيز إجراءات الحجر المنزلي، بودنا لو تبين لنا يعني مقدم حمد يعني شلون طريقة عمل السوار الإلكتروني في حال مخالفة الشخص على سبيل المثال. يعني طبعاً المنظومة الإلكترونية تم تطويرها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، نعم، ويقوم بإدارة المنظومة فريق من مركز عمليات وزارة الداخلية ويتابعون في من يجب عليهم الحجر المنزلي، وفور ظهور أي تنبيه في النظام عن قيام شخص بمخالفة شروط الحجر نطلب منه عبر النظام إرسال صورة فورية، وفي نفس الوقت نتبع في موقع نتبع الموقع في الخارطة، وفي حال عدم استجابته نتصله هاتفيا طبعا ونتأكد منه وسبب خروجه من المنزل، وإذا ثبت عدم التزامه على الفور تم توجيهه للالتزام بالحجر المنزلي والعودة لموقع الحجر اللي حدده، ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع وزارة الصحة والنيابة العامة. نعم طبعا غرفة العمليات الرئيسية يعني تعمل على مدار الساعة، يعني هل يقتصر دوركم على مجرد تلقي البلاغ أم في تكون هناك متابعة مستمرة؟ طبعا في البداية أول ما يجينا أي بلاغ يتم تصنيفه والتحقق من مصداقيته وأهميته، وبناء على المعطيات نبني حجم الاستجابة وفق إجراءات عمل مستديمة معتمدة للتعامل مع كل بلاغ عندنا، فنستجيب للبلاغ إلكترونيا ونسند الدوريات أو الدفاع المدني أو الإسعاف أو غيرها من جهات الاستجابة، وبعد وصول المختصين للموقع نواصل متابعة معاهم والإجراءات اللي يأخذونها والتغذية الراجعة من المعلومات اللي تينا منهم لحين انتهاء البلاغ والتأكد من إتمام جميع الإجراءات التابعة له. بالتأكيد طبعا يعني أيضا خط الطوارئ 999 يتيح الآن خدمة التعامل مع الأخوة من فئة الصم والبكم
مع تفعيل هالخدمة، هل ترى أن حققت أهدافه؟ لا شك أن خط التعامل مع فئة الصم والبكم صارت ثغرة كبيرة كانت موجودة عندنا، ومبادرة سيدي معالي وزير الداخلية كانت محل إشادة من الجميع، فهاي الفئة ما كانت تتمكن من التواصل معنا، والحمد لله اليوم عندنا تلقي البلاغ منهم عبر عدة طرق، منها الاتصال المرئي والرسائل النصية. طبعا الاتصال المرئي عبر طريق ثلاث برامج، الواتساب والفيس تايم والدو، فصار اليوم صوتهم يوصل بسهولة، ونتعامل مع بلاغاتهم بذات الأهمية اللي نوليها الاتصال الهاتفي والبلاغات الثانية اللي تردنا. وأضيف أن هاي الخدمة فتحت مجال لهاي الفئة للتواصل في أي وقت، حتى إذا لقوا صعوبة في التواصل مع أي شخص أو جهة رسمية نقوم بتوصيل صوتهم وترجم لهم الفورية إذا احتاجوا. فنعم حققت أهدافها وأكثر في نظري. نعم المقدم حمد محمد الخياط مدير إدارة العمليات برئاسة الأمن العام، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى فقرة من البيت اللي يقدمها أحد معدي برنامج مجتمع واعي من بيتهم، تطبيقا لقرار العمل من المنزل وتنفيذا لمبدأ التباعد الاجتماعي. اليوم من معنا بسام؟ معنا اليوم طبعا كالعادة الزميل العزيز أخونا عبد الله الحسيني، مساك الله بالخير عبد الله والكلمة لك. يا هلا فيكم زملائي، أمسي عليكم بالخير والعافية. أطلع عليكم من البيت بمجموعة من المقاطع المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ببتدي مع المقطع اللي انشراه الحساب الرسمي لوزارة الصحة على انستغرام، واللي يبين فيه أنه برغم المسافة تبقى اللمة موجودة وميالس الشباب في كل بيت حتى لو ما كانت ميالس حقيقية. انتابع المقطع. يلا ستة تبي اوكي بك انت حظك. عندي الجوكر لا تحاتي. كفو حماني. يلا باقي لنا اكله شيلني. ما عليك منفصل جيم الجاي. جيم ثاني. شبابنا فعلا يبينون وعيهم والتزامهم بالاجراءات الصحيه وكفو عليهم. والحين بستعرض معاكم مقطع نشرته الاداره العامه للمرور بنصيحه يقدمها لنا الكابتن حمود سلطان. نتابع المقطع. أنا كنت حارس مرمى المنتخب البحرين سنوات، كنت أصد كوار سرعتها 100 كيلو متر في الساعة، وساعات أسرع ترى أصدها أسرع. إذا أنت سوق السيارة بسرعة وسويت حادث ومو بلابس الحزام، من بيحميك؟ قول لي من بيحميك؟ نصيحتي لك حبيبي البس الحزام، والدير محتاجات لك عشان تكون عضو فعال في فريق البحرين. الديرة فعلا تحتاجنا كلنا، ولازم نحاسب على عمرنا، وعسى الله يحفظ الكل. هذه كل اللي عندي من البيت، والحين عودة لكم زملائي. الله يحفظنا ويحفظك إن شاء الله. مشاهدينا، مختلف المهن في مجال الطب هي مهن السمو الإنساني والضمير الحي، يتجلى الإيثار لرفع معاناة المرضى وإنقاذ أرواح الآخرين. فهذه المهن تقود من يعمل بها إلى السعادة. اللي يشتغل في هالمجال يقدر يشوف بعينه ثمرة جهده تظهر في شفاء المرضى ومعافاتهم. صدق بسام، وجهود كبيرة طبعا أكيد يقومون فيها كل العاملين في المجال الصحي، فهم يعرضون نفسهم للخطر من أجل سلامتنا وسلامة الآخرين والسيطرة بإذن الله على انتشار الفيروس. كلمات الشكر أكيد ما توفيهم حقهم. تواجدهم اليوم في الصفوف الأمامية والتضحية بالوقت والجهد بالإضافة لابتعادهم عن أسرهم، هذه طبعا أمور مو بسهلة أبدا، ولكن هم قادرين عليها. أكيد صديقتي رقية، الوطن يستاهل هذه التضحية، وبإذن الله هالفترة استثنائية بنسطر من خلالها أسمى معاني الوطنية والنجاح كالعادة في مواجهة الأزمات. والرد وبنكرر وبنظل نقول دائما بأن بتكاتفنا والتزامنا بالإجراءات الوقائية والصحية بإذن الله راح نجتاز هذه المرحلة بنجاح، وراح نحد من انتشار فيروس كورونا في مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين. وصلنا وياكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة مع الزملاء فواز ولولوة. نلقاكم على خير ومع السلامة. فمان الله.